اقول لك يعني ما اعرف شلون اقول لك بس يعني ابنك احترقت ايده. اي يابا حطوا له بيتنا سامس سيصير زين. هي المشكله مو بس بابنك يعني هو بيتك كله احترق. احترق يلا فدوه فدوه لكم فدوه لهاي الناس الطيبه. مو مرتك كانت جوا البيت ويعني يعني احترق البيت فطلعناها مشوهه تماما. تروح وتجي غيرها. اصلا انا مخيل على زنوبه بالجيران ورده تزوجها. مو هي لو على مرتك بسيطه بس يعني امك كانت جوا البيت وما قدرنا نطلعها اصلا. يلا حتى لما تجي زنوبه ماكو عمه تزوجها براحتها بالبيت. يعني الا اقول لك اخو زنوبه الصغير حبيبتك هو اللي حرق بيتكم. قد وكح هذا الولد. يلا مشيها هو راح يصير خال الجهال والخال والد. صدق كذب. الو هلا زنوبه. ها حبيبي صدق كذب. شلون تطيش خاطئ انت؟ كم مره قلت لك يلا فدوه فدوه يلا فدوه يا معوده فدوه قابل الصار. اقول لك اخو زنوبه حرق بيتكم. بيتنا؟ ايش بيها الناس مصعبه الحياه؟ هسه صار اخو زنوبه حرق البيت هو اصلا هم هكر. خلي ننزل ننشر بالفيس اني اشعر بالضجر على هالملل هذا الموجود. عشان وين الفيس مالي؟ لك اخو زنوبه هكرتني؟ ايه يا أب...